حمص الساعة القديمة 4/3/2012 ما زالت الدبابة موجودة في الشوارع تضرب الصواريخ والقذائف على المنازل والمحلات التجارية. حسبي الله ونعم الوكيل. أين أنتم يا عرب؟ ما زالت حمص لا تتحرك، ما زالت حمص مهجورة. شوفوا بعيونكم، هاي الساعة مركز المدينة، لا يوجد أحد، هاي آثار التخريب والدمار. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا بعيونكم العالم شلون تركت محلاتها وبسكليتاتها. الله يوفقك يا بشار. حسبي الله ونعم الوكيل. 4/3/2012 الساعة القديمة. شبيحة بشار علي جوا. حسبي الله ونعم الوكيل. 4/3/2012 حمص سوق الحمدية. 4/3/2012 انظروا إلى النساء كيف تركض في الشوارع والأطفال. أثار التخريب من قبل عصابات بشار الأسد. شوفوا بعينكم شو ساوى. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا آثار القصف جراء القصف على المنازل، على السيارات، على الناس العزال. حسبي الله ونعم الوكيل. 4/3/2012 حمص السوق. آثار القصف والدمار من قبل شبيحة بشار. 4/3/2012 شوفوا بعينكم آثار القصف من قبل شبيحة بشار. حسبي الله ونعم الوكيل. ضرب قذائف وصواريخ على هذا الحي. قصف على هذا الحي في مسجد بشار.